السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس؟ بخير، ونتمنى تكونوا بخير وعلى خير والصحه ديالكم بخير. باش نقول لكم، انا يامنه دازت عخلة. باش نقول لكم يامنه دازت عخلة. ياه يا بني، قلتي ما بقى معامل، ما تلقى الراجل في 43، لا ما تلقى الراجل في 73، خلى لقى جوج دراري. الدراري دوكا راه هربوا، واحد في ميريكان قال لك العلم والله فاش خدام، شي يقول لك صفار، شي يقول لك راه عيدور تمشي، ما بقاش كاع سول فيا. الدري الاخر العلم والله فين مشى؟ قالوا لي راه كيدور، والله اعلم فين يدور، ما نعرف. مهم، وبقيت وحدي، ربيت واحد المشة، داروا ليها السم، ماتت. شوفوا الجيران ديال العديان الكلاب، تمن المشة قتلوها ليا وبقيتها وحدي. المهم اش نقول لكم، ودرت دوكا راني تسجلت في هذاك الشيء ديال الزواج، صيفطت لهذيك مداولة، لا ماشي مداولة، مداوخة، لا، أنا صيفطت لهذوك اللي كيديروا في الجورنال، هذيك الأحداث، ساعة ملي وصيفطت لهم تصويرتي، قال لي أنت خاصك تكوني في التصويرة ديال الإجرام. صيفطت لهم تصويرة بحال هكا عاورة، قلت لهم ربي هذا هو الزين اللي عطاني سيدي ربي. قلت لهم أنا، قالوا لي شنو هي الأمنية ديالك؟ قلت لهم أنا مع حولة. قلت لهم الأمنية ديالي نشوف وليدي على راجل غادي بوحدو، ديما يبانوا لي جوج رجالة، حيت أنا مع حولة ملي يكون غادي يجي واحد جاي قصدي كنلقى حاضية يبانوا لي جوج، شوية ملي نخرج تنقرب ليه يبان لي كاع واحد، شحال من مرة تنقرب بوسو هرب، ما نشوفش أنا مزيان، عندي نظر قليل. عاود تاني سجلت فيسبوك، درت بني قلتي هذاك الفيسبوك ولا ما عرفتش في الانترنيت، ها لا ماشي هو في الانترنيت، هو في أبو شعيب، في يوتيوب هذاك. درت تاني في الانترنيت، واخا وليت نكذب على السن ديالي، على آخر يامي أنا بالحقيقة تحققت عندي 61، ولكن أنا دايرة 41 ناقصة 20، وهي هذيك 20 زايدة 20 ناقصة، مالنا الحمد لله بقى الفورمه، والحمد لله بقى لاطاي، والحمد لله بقى نلبسوا الكراسون ديال الشبكه، والحمد لله بقى نلبسوا حنا الكراسون دوك اللي عندو مع خط، ومالنا وربي راه كرمها على الجميع، وله لا يسودها ولا يكحلها علينا. ها ومالها عطات على الدريات ديال 18 20، الدريات ديال 15 23 24 ولاو يطيروا، ايوا انا نطير معاهم. سجلت في الفيسبوك ودرت تصويره، بالحق درت انا تصويره ديال، انا درت تصويره ديال سميتها ديال هذيك كيم كارداشيان، وصورتها عام اللور، ما بغيتش تصور وجهها، شوف شحال ديال لي فانتيساسيون صيفطوا لي، لي زانتيكاسيون، لا لي زان انتروفاسيون، ما عرفتش كيقول لهم هذوك، بغيت ندوي بالفرونسي زعما، لي زانتيفاسيون، هذوك صيفطوا لي شحال ديال الرجاله، ها واحد يصيفط لي قلبها، واحد يصيفط لي مشاه، واحد يصيفط لي بوسه، واحد يصيفط لي الفلوس. في الاخر ملي تبعت صيفط قلت لهم شوفوا هاكو عسميتي صيفطوا لي في وافا كاش، صيفطوا لي في وافا كاش ولا في كاش بليز، ما باقيش صيفطوا لي هنا، واللي بغيتو هذا زعما ديال الواتساب. ودركا الحمد لله راني خدامه، ما بقى عندي ما ندير بالجوال. جوكش بواحد الدري الساعه جاني صغير في عمره نقول لك 13، نقول لك 35، هو شد بيت وانا شديت بيت، قلت له وليدي ما فيك جهد سير عف حالاتك عاد امك، امك جات تقلب عليك ذاك النهار، جات امو اختو قالوا لي طلقي الدري، طلقتو ليهم. دركا راني بخير، بخير الحمد لله، والله الا بخير الحمد لله والشكر لله. مع هذا الفيسبوك اللي دار جديد الرجاله ما كاملوحين كالقديد، هذا اشهار ان شاء الله غيدوز في التلفازه قريب مع الفيسبوك اللي در جديد، يا الرجاله منشورين كل قديد. هي وشوفي مره بدي لي شوفي، الا بغيتي تصيدي رجال مره بدي لي البروفيل، مره ديري سميتو، مره ديري الفاصاد، مره ديري اللور، مره ديري الجناب، مره ديري رجلك، مره ديري عينيك، مره ديري بحال ورده، ما تبقايش بدلي شويه، ما تبقايش دايره على صورتك ودايره ممنوع الخاص، بغيتك مصيبه ممنوع الخاص، فين غتزوجي في الهند؟ ما بقيتش ديري ممنوع الخاص، ديري مرحبا بكم كاملين، اللي جات خوديها يا مرأة يا راجل يا كلشي، اللي ساعدك جي، اللي جا في ساعدك خوديه، راه 9 مليون ديال العوانيس حنا اللي ولينا في المغرب، واش باغا تزادي علينا انت تولي 9 مليون واحد؟ تزوجي بغيتك مصيبة، تزوجي، راه الجزائر فيها العانسات، ومصر فيها العانسات، تونس ما بقى تزوجهم حتى واحد، حنا راه بايرات صافي. المهم الحمد لله مديبياني دا مديبانية بدابا واحد. واحد شويه هو نص نص، ما عرفتو راجل ولا امراه. المهم كي يمشط معايا يلبس كراسمي يلبس سوتياماتي، قايد ندور معاه يكمي بالي راجل بعد مرات، ولكن في الليل يخبر واقيلا جن، لان ما فيهاش مجوجه بجن. يا السلام عليكم ودوزو بخير، ورا ربي كبير، وهذا الفيسبوك الحمد لله نفعني،
هانتوما ديروا فيسبوك، واللي بغات تجوكش الرجاله موجودين على المسخوطه، ما عليك الا تعرق وتوري الفاصاد. السلام عليكم، كي دايرين؟ ولاباس وبخير. شكرا انكم جبتوني هنايا لهذا البرنامج باش ندوي مع مع المتابعين ديالي. انا اش نقول لكم، انا مش غير وليد شيخه، انا راه مولي شيخه تتعذبت، ضربت الميناج، ضربت الجفاف، ضربت بنادم، ضربت راجلي مع شي جوج مرات ولا ثلاثه. مهم، انا حيت انا اش نقول لك، انا طلقت منه المره الاولى، ماشي لقيته قلت لي راجلك خاني، ايه خاني. طلقت منه المره الاولى ورجعت، والمره الثانيه ورجعت، والمره الثالثه ورجعت، والمره الرابعه قلت لي خاصني محلل، قال لي صافي نحلفك، انا اللي نحلك، حللني رجعنا. راه ماشي اللي جات تهضر على الشيخه، انا واحد الشيخه كتعير فيا، انا راه ضربت الجفاف، وكنت كرشي، تخيلوا كنت حامله كرشي لفمي، وكنضرب هكا، كنضرب الجفاف. علاش؟ ماشي كندير العصا، كانت هكا ونضرب الجفاف، هكا نضرب الجفاف، هكا. علاش؟ باش الناس يديروا فيا الثقه، الناس اللي يديروا فيا الثقه ونخليه يرجعوني نخدم في الجفاف، فهمتي؟ راه ماشي غير يجي يقول لي اللي جا باغي يدخل فيك يقول لك حقه انت شيخه ما ديريش. انا شيخه ماشي، ما كنتش شيخه، تعذبت، تضربت تماره، درت بزاف ديال الحوايج، يعني قصرت شحال مع واحد، قصرت مع القياد، قصرت مع المحامين، قصرت مع اللي ما عندهمش، قصرت مع دوك اللي كيديك بقرعه ويجبد عليك ديري معاه 1000 ريال ويجبد عليك القرعه في الاخر. يعني راه جينا راه تعذبنا. راه انا في الاول صراحه، انا في الاول ما كان باغيني حتى واحد. في الاول كنت كنخدم، ماشي ما كنغني، كنغني غير في دارنا. انا ما تعلمت نغني في كباريات، تا اسمح مني حتى واحد شي تغني في كباريات ما قبلونيش. ومع الوقت دو طون زون طون اش كيقولوا، بقيت كنربي ربي ربي، ربيت هذه. نهار اللي ربيت هذه كلشي قال لي جيت خدمي. نهار اللي كبرت كلشي، دابا راه كنمشي نخدم عليها حاضرني. نهار اللي ربيت هذه تبارك الله وكبرت، حيت انا اصلا كنت كناكل الخميره وخمرت ليا. كنت كناكل الخميره، وديك الخميره عرفتي اللي كنا نديرو في العجينه بكري، ومن بعد وانا نخمر، ها نتوما خمرت عاده باش وليت خدامه مزيان. شيكو ما كبرش هذه، حق مولانا ما نخدم، والله في مراكش ما كان كي اصلا، في مراكش ما كان كيحبني حتى واحد. اللي مشيت عنده لكشي كاباري يقول لي لا ما خداماش. نهار اللي ربيت هذه وكبرت ليا، عاد ولاو باغيين الكباريات، وليت نجيب الفلوس، وليت ندخل الفلوس، وليت وقريت بنتي في احسن مدارس، قريتهم في احسن مدارس ديال الفرنسي ديال العربيه. صراحة الله يخلف على هذه، راه المقدمه ما بقاتش خدام. المقدمه البنات زعما اللي بغات تكون شيخه تكون عندها المؤخره. فانا يعني ملي ربيت هذه، ولا كلشي حاسدني، كلشي. ديك النهار تبارك الله الجمهور في قنيطره، سيدي حجاج وسيدي علاء البحراوي، وهذا عرفتي راه كيتسناو، كيقول لك والله ما جات الشيخه الترامس يلا تفرجنا. وتجيت عرفتي، كان قبل مني، عرفت شحال من فنان كان قبل مني، وكان شحال من فنان داز قبل مني، غير طلعت انا تبارك الله، درت الجمهور هكا كنسمع واك واك، وشي طاح، كلشي طاح كثر من تبارك الله، باش تعرفي ان الجمهور عزيز عليه الطراف. ها نتوما البنات، راه انا النهار اللي ربيت هذه عاد عذبتني، ولات كلشي اي شيخه تنوض، اذا كانت شي شيخه ضعيفه تقول لك ايوا هذيك خدامه غير بديالها، وخدامه غير بديالها، وخدامه غير بكذا. لا بالعكس، انا النهار الاول ما بغاني حتى واحد، النهار اللي كنت كنضرب في الجفاف وخدامه وضاربه تماره ودارنا ما عقلوش عليا، وجيت مراكش كاريه بيت، كاريه بيت مع الجيران، وكندخل فيه الرجاله. هذيك الساعه ما كان عاقل عليا حتى واحد، حتى درت تبارك الله، درت علاش نجلس، عاد باش ملي درت انا على الجلس، عاد بداو يعيطوا لي العائله، وعيطوا لي الشيخات، اجي تخدمي معانا، وعيط لي شحال واحد دير معاه فيديو كليب. هذوك اللي درت معاهم فيديو كليب مالهم، هما مزعوطين فيا، راه غير تبارك الله هذه هي اللي خدمت في فيديو كليب، غير كندورها بحال هكا تخدم. والله زعما حنا ما عتمنا عقولنا غير هنا، عقولنا في سميتو. صراحه خلوني نخدم، خلوني ندبر على راسي، راه شي نهار لا تفشت هذه، شي نهار تفش هذه، ما تبقى لا خدمه لا والو.
راه يولي عاد تفليا. نقول لكم من هنا نهار اللي تفش ليا هذه والله نلقى عقل عليا شي واحد، خليني ندير بها الديور وندير بها الفلوس وندير بها الطوموبيلات ونشري واحد الارض واخا اهلنا واحدين من مراكش على الاقل. ديك الساعه بغات تفش عاد تفش، ما عندي ما ندير بها. شكرا لكم البنات، راه انا عارف شحال وحده كتبغيني ومتبعاني، وياكم تيقوا في الرجال اللي عودوا خونوكم اللي خانك صيفطيه وجيب واحد جديد، الرجال عطى الله هاد الايامات. شكرا لكم على التتبع ديالكم، وشكرا لكم، وشكرا هذيك القنوات، هاد القنوات اللي ولاو دابا هاد السيتات اللي ولاو كثار كيديروا لينا الاشهار. شكرا على الاشهار، شكرا الدنيا كامله، شكرا لكم والسلام عليكم. سلامة. عندك قناة في اليوتيوب وعندك فيها 1000 مشترك ولكن واحد في ساعات المشاهدة؟ عندنا لك الحل، حنا فريق الخدمة ديالنا هي نكملو لك 4000 ساعة في ظرف 7 أيام مع نسبة القبول 100%، حيت كنخدمو بطريقة قانونية ما عمرها ترفض ليك. ما عليك غير تواصل معنا، وفي ظرف أقل من أسبوع غتفعل القناة ديالك إن شاء الله.